عاطف نادير. لا تفارق الأزمات والمشاكل حياة العراقيين، أزمات تلاحقهم إلى منازلهم لتهدد حياتهم التي استقرت فيها منذ عقود تحت ذرائع شتى. أعداد كبيرة من أهالي منطقة الباوية في قضاء الزوراء شمال شرقي بغداد تظاهروا احتجاجاً على نية السلطات الحكومية طردهم من منازلهم وأراضيهم بزعم إنشاء مجمع سكني فيها. احنا هاي المنطقة مقاطعة الدعش ساكنين بها، صار لنا أقرب أكثر من 40 سنة، اللي زارع بها وعايش بها لا عندنا معونة اجتماعية، لا عندنا رعاية، لا عندنا تقاعد، ناس فقرة قدامة بها، صار لنا أكثر من 40 سنة نعيش بها، اللي زارع بها خضرة واللي زارع بها جت قاعد ياكل منها، فترة تقطعون رزق العالم. احنا ساكنينها من الستينات، وعقود 117 وجايز بناء وبستنة ومواشي، من السقوط لليوم صار 20 سنة، شنو دعمتونا يا؟ لا دعمتونا، لا اعطيتونا معدات، النوب جايين تكافئونا على هالحال، هذا ما يصير. عمي احنا وعوائلنا نتسطر بها ما نطلع. الله يبير شربنا، مالح شربنا، الاقتصاد شفناه وما عفناها قاعنا. هسه ياخذون قاعنا من عندنا ليش؟ وين نروح؟ وأكد المتظاهرون أنهم هنا منذ ما يزيد على 40 عاما، وأن لديهم من الأوراق القانونية ما يثبت حقوقهم، مؤكدين أن أحزاباً متنفذة تعمل على السيطرة على أراضيهم بحجة الاستثمار. إجا حاكم الزامل قبل فترة سأل على هاي القاع، الظاهر مطلع أولياته من دياله وناسها وسكنتها من دياله، فمن طلع للمنطقة قالوا لهم هاي القاع مستولين عليها جماعة من أهل دياله، سكنتها من أهل دياله، فهسه هم حسابهم شغلتهم احنا نحسبها طائفيه، لان جايين طلعوا الاوليات، وتعرف الاوليات استنساخات موجوده، جناسم موجوده، مو كلها اشتغلت دياله، زين انتم اللي يجي من دياله شلون والله تهجره طلعه من قاعه؟ انا مرتاح مثلك؟ ما مرتاح مثلك، انا بحياتي ما ارتاحيت، لان انا ببطني ما عندي قاع، ولا عندي سكن، ولا عندي شيء. الناشد من؟ انت تجعان لو فرعون؟ احنا بيش الدول السابق قبلك ما سويتي هيك، يعني تجي تاخذ حقوق الناس، تجيك عصائب، عصابات ما ادري من ما منين تاخذ الاراضي. اجتمعوا بحد بيوت شيوخ العشائر، ما نقول فلان ابن فلان، محمد صاحب الدراجي بالذات، توجيه لمحمد صاحب الدراجي، اخذ رشوه وطى الناس احد وجهاء شيوخ العشائر طا رشوه، قال له ما لك علاقه، لا تحكي ولا تطلع ناسك. وهاي الشغله مضمونه وانتهت. يعني هاي الناس شوف هناك، ناس فقراء، ناس ما عندها. منين تجيب؟ ظلم وحيف تكشف عنه وجوه أهالي قضاء الزوراء، وتصدح به حناجرهم الرافضة لتهجيرهم من مناطقهم من قبل جهات حزبية أيا كانت الحجج والذرائع، وتحويلهم إلى لاجئين ومشردين في بلادهم.